عليكم اموركم بخير، هاني نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال. نشوفوا البنات اليوم ان شاء الله باذن الرحمن غادي ندير الدجاج ديال الفران في اللاطه. فانا غسلته ديجا ودرت ليه البهارات ودرت ليه الثومه، يلا غادي نخلطهم ونخليهم يرتاحوا شويه. يا تبي يا واحد ما بقاش عندي الرز. هذا ما عندي ليا شبل من هواك بسلام يلا دابا سلام عليك يا استاذ دابا يا كيف شكون دابا في الحال سلام عليك يا جلال الله سلام عليك يا استاذ سلام بنات كليلي لاباس عليكم، هاني نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله باذن الرحمن غادي نطيب الفطور الدجاج، راني مرقده في العطريه وداكشي كامل، غادي نخليه هنايا وغادي ندير الرز ضروري ومؤكد. مالي بدار مدرا تلقاوني ديما كندير الرز ضروري، يعني الرز خاصو يكون حاضر ناضر في الطبله. دايره هنايا الماء كيغلى هو اصلا مغلى، باش غادي ندير فيه لي بات، غادي ندير لي بات بالطون الله باذن الرحمن. وشنو غادي ندير اخر؟ غادي ندير الدجاج في الفران، ما غاديش نطيبو بحال العرس ديال المغرب، لا غادي نديرو في اللاطه وغادي ندير معاه مطيشه مطيشه وبطاطا والبصله والفلفله، هادشي اللي غادي ندير لان هاد الدجاج في الفران صراحه شيخي كيعجبو فشحال من مره شفتو دارو، فقلت هاد المره غادي ندير انا مبقاش عندي ديك البطاطس وغادي نمشي شوف انا وليت كندير هاد دابا فاش نص رمضان ولينا كنديرو شويه شويه، اصلا الجهد ديال الماكله ما صراحه والله ما بقى كندير الماكله تخيل معايا تقدر تبقى عندنا سيمانه كامله، ما كيكون فينا الجوع ولكن فاش كيتحط الفطور سميتو هو ما كنقدر ناكل حتى شي حاجه كاع سلام يالله كركتم بينا سلام يالله افطار شنو نابيس سلام يالله اونجا ها باكا اشلا افطار شي طابوك فرنيك ويجا بيلاب يا بجان ايفت با شي دا سنجو الى مكرونة سلطة السد بينام يعظم ادا بجان شاي با يوك شون دايك شي يوك يعني بشي با شاي مكرونة مكرونة ايفت سالجا اونو مرايكل اونو كوبات بو مدام ايوا باش لا صار مصان صويب ما او يا ترى اصل شي سان اونو بلا سيديو ما يا سيديو ام دا البنات اليوم غادي ندير الحلوه التركيه صراحه، اوراق ديال الارز كيكون فقط في شهر رمضان، فاش كيسالي رمضان ما كتبقاوش القوا صار صويب ايوا بصح قوي مش تما الله الله صار مصان صويب هذا دابا استاذ يو Evet biliyorum kullanacağım sonra kullanacağım. Ha. Sadece onu domates şey yuvarlak yuvarlak kesebilirim. Ha yuvarlak yuvarlak. Rajil yuma kadar yavni fil kuzine ya. Ne yapıyorum ha? Yuvarlak yuvarlak doğrayın. İnce mi olacak? Evet. Gördüğünüz gibi herkes de eşine benim gibi yardım etsin. Yalnız bırakmasın. Eş demek, çiçek demek. Başka ne demek? Gül demek. Gül demek. Hayat arkadaşı. Zaten her ortak olmuyor. Her şey. Onları yalnız bırakmayın. Benim gibi yardım edin. Böyle. Yardım etmezseniz olmaz. O da size yardım etmez değil mi? Kim? Kadınlar. Tabii. Bunlar mı doğruyum? Haha o da. Ya ya Sedat ya اختي راجلك يعاوني في الكوزينه. Aboy. Lan doğru mu? Evet. Başka ne yapayım? O da patates. Ben başka bir şey yaparım. Başka ne yapacağım? Başka bir şey. Ama buradan koyacağım da. O da şey patates komple şey. Soğuyacak mı? Aynen. Soğuyacak var mı? Var. Burada çakıyor. Ya da elimle soyar mı? Sıkıntı yok. O da daha kolay. Valla. Gel hocam. Evet. Çok ince değil. Hayır, yuvarlak mı? Evet, sormadım.
O da keseceksin. Ha. Öyle mi? Hı? Aha böyle. Yok çok ince değil. Olsun kalın olsun. Biliyorsun. Evet. O nasıl? Ha? Bu böyle mi? Kalın olsun dedi ya. Ha? Böyle mi? Hayır. Rol mü ya? Evet o da. Kalın olsun dedi. Ne oldu bak iyi. Anladım. Evet. Ha, bu da şey oldu. Sıkıntı verildi. Ben yapmadım çarşı oldu. Bak o üstündekini bir kata aldım. Biliyorum. Ama bu sağından böyle sağlıklı duruyor. Her şey yeriz, hiçbir sıkıntı yok. Ha? Her şey bir yeriz, hiçbir sıkıntı yok. Bu da böyle doğruyum. Evet. Kaydı. Ya birden kaydı bitti ya. Ama ilk şeysten Allah'a şükür. Ya dikkat et. Ya kaydı sabun gibi ya. Valla sanki sabun var üstünde. Doğru bak. Ne lan? Yana çıktı. Allah Allah. Çıkacak tabii. Ya niye böyle oluyor bu? Yanında elini kesip gidemiyor. Ben onun yanında şeyler mi yapıyorum? Böyle işte. Tamam tamam. Lan lan lan. Yoksa elini kesip. Arkadaşlar gördüğün gibi beceremedim. Hatta elini kesiyorum. Sen de bana. Ha dur dur dur. Bana bir onu kapat. Video kapat. Ha. Evet. Ha? Sen. Tamam. Öyle yapayım mı? Tamam. Bir dakika. Buyurun. Aşka? Güzel. Az ne kadar uyuyorsun? Dört dört. Tamam bana güven, gerisini boş ver. Tamam. Tamam mı? Tamam bana güven. Bak şimdi. Anlamış mısın? Benimek istiyorum ama sonuç bakalım. Sonuç bakacağım. Ha şimdi bunlar böyle diziyoruz, tamam mı? Lebnat, zavcı Aziz bıga yedir tariqa diyalo huwa yif smitu huwa. يقولون لي انتما الفران يعني جرج الفران هو بغى يدير بالطريقه ديالو قال لك ندخل الخضره هي تمام يا ترى اون داك زعتر اون يوك اون مار كومبليت انا نفطت السيليون وي يا رجل اغاز اسكنا benim bir şey bilmediğimi zannediyorum. Ben şimdi ona göstereceğim. تمام هذه بقى راه افتكرت سمره اه فاش الفطره نرد عليكم الاخبار كي جا هذا العجب العجيب حيت انا كندير الخضره هي الاولى ندير البصل ندير البطاطا ندير سميتو هوايا مطيشه ندير الفلفل باش ندير فوق منهم الدجاج ونسد عليه بابي الومنيوم وندخلها للفران انا سوليوم بانا انامو شلا اصلا بوشو كون هيا لا بوكو اه هو يبغى يدير طريقه عجيبه غريبه فنحن معه انا غنجيبكم من ورا الفطور Bak şimdi. Bunları böyle koyduk ya. Falan ya. Bir şey olmadı ya. Bir şey yaptım. Şimdi. Koy. Ha. Şimdi ne yapacaksın? Ya at gitsin çöpe uğraşma. Bak şimdi. Tamam. Şimdi bitti. Hop. Ha tamam. Tuz da atalım. Bir saniye onu. Tuz atmayı unuttuk ya. Keşke patates falan atsaydık buraya. Sıkıntı yok. Hı. Böyle daha mantıklı olmadı mı? Mantıklı. Ama lazer daha sus. Ha, ne dökeceğiz başka? Şeyde. Yağ mı? Az bir yağ dökeceğim yoksa hiç gerek yok. Ya gerek yok ya. Altını zaten şey yaptık patatesle. Tuz. Ha burada. Dök çok dök. Ama alta... Baharat yapacağız. Yok gerek yok. Baharat fazla. Az sanırım. Bir kere. Şey o zaman biraz karabiber olabilir. Karabiber. Şimdi. Ama çok değil az. Ben de şey... Ha tamam şimdi sen atmayı bilmiyorsun. Bak. Az bir şey! Yeter! Yeter! Zaten tavuk baharat var. Tamam. Şimdi bu kadar da atıyoruz buraya. Ne falan bir şey yok. Yok yok gerek yok. Falan.
Yok, biber isteyen kendisi atar. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi kim onu? Tamam. Oraya koy. Dizeceğiz. Ben elimi batırmayayım, sen git. Tamam. Ama bundan içini assaydın sanki daha iyi olurdu. Nasıl? Daha iyi pişerdi. Ha? Nasıl? Şimdi bunu bıçakla böyle yapsaydın bence daha iyi olurdu. Ha? Bir saniye böyle. Anladın mı? Öyle değil. Hmm. Bak böyle. Böyle. Ha açayım. Ha, tabii. Öyle bence daha iyi pişer. Hiç pişmez ki onu. Bak zaten bak onu zaten açık. Gördün mü? Vallahi. Ha, evet. Tamam. Anlatabildin mi? Mesela tamam. Böyle yapabilir. Böyle az bir şey. Ha, aynen böyle olabilir. Olabilir böyle. Çünkü çok kalın ya. İçi pişmiyor mesela, dışı pişiyor. Gördün mü? Bak şurada da açabilirsem. Neden? Şimdi bir var. Ha, burada. Gel, burada. Gel, aynen. Bak, gördün mü? Tamam, çünkü içi pişmiyor, anladın mı? Onun dilinde dibinden bok çemik var ya. Dikkat et, elini kesme. Ha, gördün mü? Bak, şimdi daha iyi oldu. Çünkü bu kendin dibinde de iyi. Ha, aynen, öbür tarafı da. Şimdi daha iyi oldu. Gördün mü? Ya. Yok. Yani erkekler şey, bilmiyor diye bir şey yok ya. Yok. Gördün mü? O da. Yap dibini de yap iyice. Tamam. Yap onun dibini de. Tamam. Onun için bu sosu. Koyuyorum üstüne. Bunu üstüne. Ha üstü. Şöyle koyalım. Tamam. O da şu tavuk da koy. Onu şeyde, o demir var ya bebeğim. Çıkartsana, evet. Yok öyle değil, şeyde. bu var. Oradan var. Ha, tamam. Ha, burada koy. Tamam, güzel. Bunu çok yukarı koy. Efendim? Çok yukarı koy. Bir aşağı. Tamam. Hemen sıcak olmuş ha, elini yaptım. Evet biliyorum zaten onu fırına. Hey, aman. Harak gitti. Vallahi yandı biraz. Tamam, onlar ikisi bir arada. Tamam. Şimdi kapatıyoruz. Kapatıyoruz. التحليه ديال الكلاط اول حاجه بديت بها هي المهلبيه. المهلبيه شنو درت فيها؟ درت فيها اطرو ديال الحليب، كاسون زيت سنيده، فانيليا، وخمسة المعالق ديال الدقيق. انا قسمتهم درت 3 دقائق وجوج ديال جوج معالق، 3 معالق ديال الدقيق وجوج معالق ديال النشا،
وخلطهم مع بعضياتهم حتى عقد الخليط مزيان. من بعد بغيت ودرت صفار ديال البيضه. ومن بعد بالنسبه للمهلبية راه سهله وطريقه التحضير ديالها سهله. نتوما الا بغيتو ديروا فيها الكريمه ديروا الكريمه، من بعد ما بغيتوش ديروا ما ديروش. من بعد در البنات فاش وجدت لي المهلبية ديالي، وشنو درت اخر؟ حضرت الشوربه اللي باش نسقي بها هاد الجلاش او هاد اوراق الارز. صراحه هاد التحليه كما قلت لكم تحليه تركيه 100%، احنا ما عندناش في المغرب طبعا. فغيمو انا كتعجبني، ومره من يعني كل شهر رمضان انا كنديرها وكناكلها، ولكن هاد المره هذه اول مره غادي نديرها بالطريقه ديال المهلبيه. صراحه غيمو البنات والله العظيم بلا كذوب بلا نفاق بنينه مقارنه مع الطريقه الاولى اللي كنت كندير بها. بالنسبه للشوربه البنات، فانا استخدمت ايطرودين الحليب وسميتو وكاسونس ديال السكر سنيده. فبالنسبه للحلاوه على حسبكم، بغيتو تقللو السكر قللو، بغيتو تكثرو كثرو، فكيبقى لكم السكر يعني المقادير ديالو على حسبكم نتوما. الا كنتو كتبغوها بسكر كثرو، بغيتوها قليله كتقللو، صافي هادشي اللي كاين. فالبنات والله العظيم الحمد لله راني ما ندمتش وكلناها كاملين. وبالنسبه للبكي فيها 400 غرام، فانا استخدمت 400 غرام كامله. في الاول كنت غادي ندير ستاف ستاف، فاش جاتني الطبقه التحتانيه قليله درت سميتو درتها كامله. درت الطبقه التحتانيه 7 الورقات، واللي شاط ليا شاطت ليا 7 وقالوا مع 8 درتهم من الفوق. هادشي اللي كاين البنات، سيروا جربوها وجاوبوني في لي كومونتير. مرحبا لاما ليلى، سلام. شنو درتي البنات؟ وجدو سي غيعاوني. لا لا كيسيو الحليب هو هذا وسميتو هو المهلبية ديالي حتى هي يا البنات. المهلبية ديالي انا بغيتها عاقدة صراحة، جاتني هي هادي كتنقاد غير كيف سنوني كمان عاقدة ليه؟ هيا لوك بيض وزمان ايكي لا عطول بياسي جيبت عطلت ما عندها سنوات دقيقة دقيقة من شو الموضوع بزيان بان دقيقة دقيقة بان اوني كي ديميك بو اوني كي ديميك بان صافان شو ليه كمان سن بودة يرا بودة وطرق يس هايت هايت بكلم تمام فيه عطلت انا لاش اسكن تمام البنات. ها الوريقه ديالي هنايا عندي 6 و6 كنقطع فيهم سي اناس. اول حاجه غادي ندير غادي نحط هنايا الشوربه ديال الحليب والسكر وغادي ندير نرقدهم بالطريقه هذه. ما عنديش شي حاجه كبيره، نتوما البنات الا عندكم شي حاجه كبيره يمكن لكم تخويو الحليب كامل وترقدوها فيه، بحال هكا غادي تجيكم اسهل.
للارواح نور. البنات بعد ما درت قلت لي نتوما الورقات هذوك كاملين اللي جبت وما زال جات جوج اخرين هي سبعه الورقات اللي درت. ودابا غادي نصب شويه المهلبيه ديالي هنايا بسم الله. فوالا كرامة المهلبية ودابا يا غادي نكملو فيا من فيا من أقبلوا للحفظ بشرى فإن السعي منكم لا يبور جنيتم من ثمار الحسن حسنا وأقبلت العطايا والأجور وأقبلت العطايا والأجور. الرز اللي بارطاجيت معكم البنات والسلطه اللي وجدت هذا قولوا لي نتوما الطاوه ديال الدجاج والدجاج محمر فريمون ماكدونالدز كاشيكتان البيضا البيضا كتكون واجده غير في رمضان جابوها سخونه يا اما شوربه سي ولا شوربه ديال اليوغورت وهذا قولوا لي طويلي هذا سميتو تمر او بابا كيموت على شي حاجه سميتها البصله خاصو يحطوها فوق وياكلها او يا شوشون ايه هذا يا شوشون هي البصله الخضراء ها قالوها هي عندي الكلاش واجده ولكن انا نسيت ما درتش وص منها هذا بغيت ندير الفندق صراحه نسيتو ما درتوش مع الاسف مي ماشي مشكل دابا غنحطها في الكونجيلاتور نورمالمون انا ما غاديش نخلي هي خاصكم تخليوها يعني من ساعه حتى لثلاثه سوايع تقدر ديروها بالليل وتخليوها في الثلاجه ماشي مشكل تحت ولكن انايا معذبكني الحال وخاصني ناكلوها من ورا الفطور فغادي نخليها يعني من ساعه لساعتين تقريبا نكمل الفطور وغادي نجبد هذيك الساعه. الحليب ما بقاتش فيها كلها شربات وسميتو واه هانتوما انا نقربها لكم باش يبان لكم الفرق انتم ما شوف نشفات كامله كامله الشربات و كغدا نشرح لكم هاد كتبان لكم هكا تكرفت ما عرفتش كي غادي نشرح. المهم البنات انا عندي هنايا هذا داك الفندق انا طحنتو نسيت كنت باغا نديرو انا لداخل ونسيت ما درتوش وعندي الفريز فبالنسبه للتزيين فكيبقى لكم نتومايا الاختيار اي حاجه تزينوا بها الى عندكم عندكم الستار عندكم الفيشنا ولا عندكم اي فاكهه تذوقوا بها بسم الله ودابا يا غدا نهز واحد المورسو منها بسم الله بسم الله لا تحاشم شوف 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 ان ياي بسم الله يلا نتلاقاو فاش نمشي للبيت ونوريكم كي جات من الداخل البنات قلت لكم نمشي للبيت نعمل القهوه ونمشي للبيت نكمل معكم ونوريكم الباستا شوفوا اش درت مشيت دخلت فيها طول وعرض حتى ضربت فيها النص عا باش تفكر نسيت ما صورت لكم لان علي باقي عنده العقل وحق الله. المهم بنات والله الا كانت شي غزاله بنينه فريمون مهلبيه ما بيناش فيها اصلا انتما
ما بيناش فيها والله العظيم البنات، غزاله غزاله فغيمو. سيروا جربوها، الناس اللي في المغرب راه تلقاو هاد الكلاشة كاين في بيم ان شاء الله، يقدر يكون ما عرفش واش كاين ولا لا، لانه انا اللي عارفه انه الاغلبيه ديال المواد التركيه كاينين في المغرب بزاف، وخاصه في بيم وشوك وايوزبير. ما عرفتش واش ايوزبير غيكون عندكم ولا لا، ولكن بيم انا فاش كنت في المغرب كان خليت بيم في المغرب، يعني جميع المواد التركيه ولي برودوي ديال المغرب كاينين في لي برودوي ديال تركيا كاينين في المغرب. ف على الاغلب هاد الكلاش غادي يكون تمايا فريمون البنات، سيروا جربوها جربوها. وطبعا الجاليه المغربيه ولا العربيه اللي مقيمه في الدول الاوروبيه غادي يكونوا ماركيتات ولا محلات ديال الاطراف تما، هادي مليون في المليار غادي تكون فريمون البنات بنينه وزوينه. وكذلك البنات اللي في تركيا جربوها ما غتخسروا والو. بالنسبه لي انا ما كنبغيش نكثر فيها الحليب بزاف، فاش كنهزها نبغي نهزها ناشفه، ولكن فاش كناكلها كتذوب فريمون في الفم كتذوب. انا نوريكم الا بقات هذه ثابته هنايا لما طاحت. هانتوما البنان، نشوف لكم هنا الجاد، يعني هي مشبعه بدك الحليب كامل انا اللي خويته فيها. هانتوما كتجي هشيشه رطيطبة. حتى بهاد البندق جاها بنين، انا نسيت ما درتوش الوسط، عابي جرت الطبقه الفوقانيه ديال الاوراق الارز ولا هاد الكلاش كانت غتجي لي داكتر، مي نسيت. كنتمنى من هذا الفلوق هذا ولا هذا الفيديو هذا قبل ليه ويكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه والفيديو ان الاعجاب ديالكم. وغنقول لكم وصلنا نهايه الفيديو، الله امانه، ومننا اللي نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.